ضمن منظومة أداء متكاملة لوزارة الداخلية في الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، تعمل كوادر الإسعاف الوطني وفق أعلى مستويات الجاهزية على مدار الساعة، حيث حققت كوادر الإسعاف الوطني في الفترة الماضية أوقاتا قياسية تتماشى مع المعايير الدولية في سرعة الاستجابة والوصول إلى الحالات. دقيقة أو نصفها هو متوسط سرعة الاستجابة للإسعاف الوطني في تلقيه البلاغات التي باشرها خلال الفترة الماضية، تعكس ما يتمتع به كوادر الإسعاف الوطني من جاهزية وتدريب. فعلى مدار الساعة يعمل متلقي البلاغات الواردة إلى غرفة القيادة والسيطرة على الاستجابة للمرضى والحالات الطبية الحرجة ونقلها إلى أقرب مستشفى. هلو مركز محرك، عندكم بلاغ بقبل المطار، 23 سنة ذكر يعاني من دوار ضعف عام بالجسد. كما تعمل فرق الاستجابة المؤهلة على أعلى المعايير المتبعة دوليا خلال الظروف الاستثنائية في استقبال ونقل الحالات القادمة من الخارج في عمليات الإجلاء والحالات المخالطة للمصابين لإجراء الحجر الصحي اللازم لها. إدارة الإسعاف الوطني لا يختلف وضعها عن باقي أيام السنة، حيث نقوم باستلام البلاغات وإخراج إسعاف من أقرب مركز إسعاف للمبلغ، ويكون دورنا في الوضع الراهن لمكافحة فيروس كورونا بالتعاون مع الخط الساخن لفيروس كورونا، ويكون هناك تعاون بين إدارات وزارة الداخلية للتنسيق والحد من فيروس كورونا. كفاءة وانضباط يعمل بها الإسعاف الوطني وقوفا على مستويات الجاهزية والاستعداد واتخاذ الإجراءات التي تضمن الارتقاء بجودة خدمة الإسعاف لضمان تقديم الرعاية المتميزة للمرضى وإيصالهم للمستشفى في الوقت المناسب. سرعة للاستجابة دونتها التقارير للإسعاف الوطني تعادل بها الأرقام الدولية، وتعمل دائما على تطويرها تلبية لاحتياجات المواطنين والمقيمين ومواكبة للتقدم العالمي في مجال الإسعاف والسلامة. عمار العماري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.